أهلا بيكم في كورس إدارة الحملات الإلكترونية على الفيسبوك وأول دبلومة عربية على موقع يوديمي الأمريكي لإدارة الحملات على الفيسبوك. مبدئيا كده أنا عايز أطلب منكم طلبين، لو أنت خلاص اشتركت في الكورس وبتتفرج على المحاضرة دلوقتي لازم تستعد وتأهل نفسك إن أنا عايز أشوف نتائج الكورس دوت أثناء ما أنت بتدرس الكورس، وتبقى عارف ان انا مش عايز الدراسة تبقى مجرد نظري وخلاص انت اتفرجت على الفيديوهات وما شوفش النتائج. لا، انا عايز اضمن ان الناس اللي دخلت الكورس فعلا اتعلمت وابتدت تطلع شغل ونتائج. فاول حاجة انا هطلبها منكم الفيزا اللي انتوا اشتركتوا بيها واشتريتوا بيها الكورس هتستخدموها في الفيسبوك في ان انتوا هتعملوا حملات حقيقية. زي ما انتم شايفين دي صورة للحملة اللي انتم شفتوها ومن خلالها اشتركتوا على الكورس. الحملة ديت انا وصلت لحوالي 500,000 شخص زي ما انتم شايفين، وحوالي 20,000 شخص تفاعل مع الحملة ديت. في مقابل كام صرفت؟ حوالي 37 دولار. ولو بصينا على حاجة اسمها average cost per engagement وكل ده هنعرفه بعدين في الكورس، تقريبا التكلفة مكلفاني صفر. يبقى انا وصلت قد ايه؟ انا وصلت 500,000 شخص على الكرة الارضية ب 37 دولار. تمام، زي ما انتم شايفين كده ده تقرير عام عن الكامبين بتاعتي. فانا اللي عايزه منكم ان انتم بعد ما تتفرجوا على الكورس، انا مقسم الكورس دوت لاجزاء. اول جزء ان انت تعمل كامبين للصفحات، وبعد كده للمنشورات، وبعد كده للمواقع، وبعد كده للفيديوهات. عايزكوا بعد اول جزء اللي هو الكامبينز مثلا للصفحات، لو انت عايز تروج لصفحتك، بعد ما تعمل الكامبين وتتفرج على الكورس كده تبتدي تعمل الكامبين وتعمل لي سناب شوت للايه، للكامبين اللي انت عملتها زي ما انتوا شايفين كده. هنروح مثلا على الويندوز، لو انت شغال على ويندوز 7 وتقول له سنيبنج تول وتعمل سناب شوت كده لطيفه للبورد ديت كده، وبعد كده تسيبها وتيجي عند الموقع في الكورس وتقول له على اد ديسكشن، وتروح كاتب هنا اسم الصفحه بتاعتك مثلا، وتيجي هنا على اتاتش او انسيرت ايمج، وتختار ايه الصورة أو السناب شوت اللي أنت عملته للكامبين بتاعتك. ليه؟ عشان تنزل عندي هنا هوت في إيه؟ في الديسكشن، وأشوف النتيجة بتاعت الكامبين بتاعتك قد إيه؟ ووصلت لكام واحد؟ وكلفتك قد إيه؟ أنا اللي يهمني في الكورس دوت إن الناس اللي تشترك في الكورس تبتدي تعمل شغل حقيقي، وأتابع الشغل ده عشان أضمن إن أنت فعلا فهمت وتعلمت حاجة تقدر تستفاد بيها في شغلك، وإن شاء الله يكون الكورس فتحة خير لكل شخص هيبتدي يشترك في الكورس ده. فدي كده حاجات أساسية لازم تحطوها في دماغكم. لو أنت أنا هعمل الفيديو دوت إن هو يكون فري أي حد يشوفه. لو أنت خلاص اشتركت في الكورس من فضلك لازم تحط في دماغك إن أنا محتاج منك أشوف نتائج، ما تشوفش الفيديوهات بتاعتي وخلاص كده هوت والدنيا خلصت على كده، لأ. ولو أنت لسه ما اشتركتش وبتتفرج على الفيديو، اعمل حسابك ان انا عايز اشوف منك شغل حقيقي. ما تشتركش في الكورس الا لو انت عندك استعداد تشتغل فعلا. ده كده باختصار الحاجات الاساسية اللي انا محتاج اشوفها من كل واحد هيشترك في الكورس، ويا رب كل الناس اللي هي شافت الكامبين بتاعتي تشترك في الكورس، لان انا هكون فخور جدا ان انتوا تكونوا معايا في الكورس دوت، ويا رب تستفادوا فعلا وتاخدوا معلومة قيمة. يلا بينا في أول حلقة أو أول ليكشر في الكورس بتاعنا في دبلومة إدارة حملات الفيسبوك الإعلانية على يوديمي.